Hello, bestuta. Welcome back to a new video. جماعة هيدا كما ريتو ما فماش فلوج فما فيديو. الفيديو باش تكون answering your assumptions about me اللي أنا شفت كلكو كيستيون منهم ولا كلكو assumptions منهم جماعة اللي فاتت في انستغرام. أما حبيت ننسيهم باش نكون صريحة و more direct فهمتو. بغيف little disclaimer علاش ما فماش فلوج نهار الخميس هذا effectivement على خطر نحبو نوليو الفلوج نتاعنا يبدا حاضر قبل بجمعة question de donner plus de temps الهيبة باش تعمل editing خاطر قالت لي ريحان حسيت روحي كي نعملو جمعة بجمعتها اللي فما برشا حاجات نحي فيهم وانا نحب نوريهم نحبهم يشوفوهم اما فوت دو تان فهمتوا دونك this is why باش تشوفوا الفلوج نتاع الجمعة هذي باش تشوفوه الجمعة الجاية فهمتوا كيفاه دونك قلتلها اوكي let's do assumption وما نحبش يكون من assumptions نتاعكم اللي انا I care about other people's opinion I don't I profoundly وبعمق كبير وبصراحة كبيرة I really don't care شنو الإنسان هذاك يخمم عليا ولا شنو افتراضيتو عليا جست خاطر عملنا Q&A dernièrement عملنا برشا حاجات فما ما manque d'inspiration manque du temps نعملو assumptions وباش نحاول كيف كيف نكون blunt وصريحة و I asked for it التفاهات مش باش نجاوب عليهم اللي نحسو كنت نحسك مغرورة وإلا نحسك مغرورة نحسك متكبرة هذيك أحاسيسك ومشاعرك الحق تعرفي نو نحب نمشي نحب نمشي أكثر في العمق فهمتوا أكثر هكا أكثر assumption يبدو مخممة فيهم ولا مش سيبا انتوكا assumptions are assumptions to be honest بتدخل نجاوبش على مغرورة من وجهة أخرى اللي أنا جو كومبرون تنجم تحسني مغرورة تنجم متكبرة اتخافير انستغرام برشا عبيد ذكرتهم على ريحان تبدلت كي تفرجوا فيها في اليوتيوب علاش نقول هكا خاطر اليوتيوب عندي مساحه اكثر نبين فيه انا كيفاش نخمم كيفاش نعيش كيفاش نشوف الدنيا وتشوفوا الدي تو دي نتاعي معناه ما فيهش في فلتر انستغرام 15 سكوند ولا 1 مينوت ولا حتى تشوفوا 10 مينوت في اون جورني دو 24 ما كتشوف في حاجه كبيره فهمت فوالا دونك بيتريك علاش يوتيوب نحبو برشا وصعيب اني نبطلو اليوتيوب خاطر مقربني منكم عارفيني اكثر على حقيقتي انستغرام تحبوا ولا تكره كيما قلت لكم دي فراكسيون دو سكوند 10 مينوت دون لا جورني فوالا بريف نمشيو للاسامبشن و نحكيو فوريا ميزور مي هذيك علاش حبيت نعمل ديسكليمر هذا باش تعرفوا معناها علاش بدلنا الفلوك وانا شنيا نخمم معناها العبيد ريلي معناها غاية كيفاه ارضاء الناس غاية لا تدرك واصلا هي معمرها ما كانت في غايتي الحق متاع ربي اللي يحب يحبني يحبني واللي يحب يكرهني يبا تخوفي من اكسكوز باش ما يحبنيش وباش يكرهني فهمتوا دونك يكرهني ولا ما يحبنيش ولا كونفورت كره كلمة كبيرة الحق متاع ربي ما سهلوا الكره انا عبيد ضروني وما نكرههمش معناها فهمت فما عبيد تكرهك 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 تحسدك تغار منك لينا ما نحبش برشا كلمة ولا ساعات كي نهبط وحده بعثت لي تقول يقولوا لي غيره مش باش تغار مني ما تعملنيش نيش ما با سي ديفيسيل ا كومبروند ان شاء الله عاد نلقاو ولا حاب شي مزال لي تلي شارجي حكيت انا اسماء واسماء بعثت لي عليه ميساج تنرجع ميساجات اسماء بس توتا نظن نلقى هاد المرة قالت لي سير ريحان هبط الميساج هذا هاو ولا عند اسماء لقيته اي نبداو باول واحد هكا خاطر برشا هاك ميساجات محلية من الحق انا كنت نحسك مش مسؤولة لكن طلع العكس ما شاء الله عليك كي شفتك مع البستوت وحدة قالت لي كنت نحسك انسانة انانية اما شوف كي شفتك مع ولدك تبدلت الفكرة بهي خلينا نفكر هي زوز حاجات كومبليتمون ديفيرونت كنت نحسك انسانة مش مسؤولة تحسك إنسانة أنانية معناها تحب كين روحك فهمت حكيت على حب الذات أني ما صحيح مش صحيح لي أنا منيش مسؤولة أنا مسؤولة مسؤولة برشا نعيش وحدي من عمري 18 سنة بعدت على دارنا في 2013 جان في 2013 من وقته أنا نعيش وحدي داري وحدي خدمتي قرايتي خدمتي كرهبتي نخلص أسيرانس هذا كل يخلي مني إنسانة مسؤولة أني عندي دار حلتها وحدي في عمر صغير معناها يخلي مني انسانه مسؤوله
نجم نكون مش مسؤولة من عرش توا مثلا هكا I spend a lot of money وإلا اللي يعجبني نشريه وما نخممش في غدوة في أمور فلوس. صحيح مش مسؤولة في الأمور هذيك، أما راني حالة دار وعندي 10 سنين بالضحك واللعب حد يخلين في الحادش، وأنا مسؤولة على نفسي. عندي من 2017 نخدم ومسؤولة على روحي فينونسيغمون من 2017، معناها توا أنا 7 سنين، 7 سنين بالضحك واللعب انا نصرف على روحي بصرف علي حتى حد. دونك ما نجموش نقولوا مانيش مسؤوله، فهمتوا كي نحكيو في الطبع هذاك. انا نفهمك، نفهمك علاش تقولي كي جيل بس تو تحسيتك مسؤوله، نفهمك من انا جانب انت خزرت لها والله اللي قلت لي انانيه معنيها وتحب برشا روحك وتقصد خاطر حب ذات، وانا الاني في الاعلى طاغي فيا. نفهمك زيدا، مانيش باش نقول انا ضد كلامك، اما نحب نقول لكم اللي كل ما جيتش هكيكة مع روحي، كل ما جيتش نحب روحي ومسؤولة مع روحي، معناها نبديو الاسامبشنز انك مسؤولة غلط، ماكش مسؤولة غلط اصلا، معناها خاطر ما نتصورش انسان عايش هذا الكل مش مسؤول على روحه، معناها لحرق الدار الحمد لله حتى كي اكسيدنت جاني غير مول عبيد غلطين معايا، نخلص فكريا، نخلص الضوء، نخلص فيلمي، نخلص في الاسيورانس، نقوم نمشي نخدم نقرا، عندي عندي دي بريوريتي، عندي واجبات نعمل فيهم، نشوفش نكون مش مسؤوله ساخت مشني 100% مسؤوله، ما نجمش نكون مانيش انسان ريسبونسابل، عندي زيزو فهمتوا اللي هذا يخليني نجم نكون اليوم انا نكون مسؤول على اي لا ساخت مقارنه ما تجيش، انا نقول لكم اللي راهو انك تكون عندك حيوان اليف تعتني بيه ومسؤوله عليه يعلمك شويه مسؤوليه الصغار، خاطر انا زيزو من الاول كل ساعتين يقوم الشهرين الاولانيين معناه معاه، انا علمت زيزو انه ما يعملش لي بيزون تاعو في الدار يعملهم كان لبرا، دونك علمته انسان فهمت شنو هو. دونك نحب نفسر لكم انه الكونسيبت نتاع المسؤوليه كيف كي بالنسبه لي انا من انا من دار، علاش هذيك نقول لك لي راني انا انسانه مسؤوله، مانيش انانيه جمله، اما نحب روحي برشا، عمري ما كنت انانيه، الانسان الاناني يفك لك نتاعك، الانسان الاناني ما يحبكش تربح، الانسان الاناني يحب كل شيء اللي هو، مانيش انانيه، ما نصورش روحي انانيه، ما نحبش كل شيء اللي هنا، هنا الموتو نتاعي في الحياه اللي نمشي بيه ناكل ونوكل، اللي دايرين بيا يعرفوا فيا، نحب ناكل ونحب نوكل، على قد ما ندخل على قد ما نعطي للعبيد، ما يقلقنيش، تحتي 10,000 نقسمها انا وياك، 5,000 5,000، وصدقني نعرف اللي يخرج اليوم يدخل غدوه. الأرزاق بيد ربي، فهمت؟ دونك مانيش أنانية، لكن هذا ما يعنيش اللي أنا نتفهم منين خزرتولها على أيلام. في بالكم شبيه أني نجم نكون إنسانة مسؤولة على صغير، هي ماما ما كانتش تعرف أن نجم نكون إنسانة مسؤولة على صغير، ماما ما عرفت تحكي فيها بضحكة خاطر قعدت 10 أيام وحدي بأيلان، قالت والله ريحان طلعت أم باهية، راهو اني نكون مسؤوله اني نجيب صغير للدنيا كان تخمم خممت فيه برشا به، نعرف اللي باش يكون ايه مسؤول مني، اللي انا باش نقوم بيه، اللي انا باش نرضع، باش نكوش، باش الانسان هذيك حياته ديبو مني انا، الانسان هذيك مش في نجم يعمل حتى شيء كان انا ما نعملوش، الانسان هذيك كان نخليه غادي نجم نلطف على ولدي بعيد الشر ملي كترشى يموت، ما لا خممت فيها اللي خولني اني نكون انسان مسؤوله قبل ما نجيب صغير، فهمت شنو هو؟ باش قاعده نبرر، ما قاعده نفسر، والله خلينا نفهم، انا مش قاعده نبرر، قاعده نفسر لدواعي الفيديو. قلت لكم هذاك اللي خولني اني نجيب صغير انا اليوم، فهمت؟ والله ماما ضحكتني كيف قالت والله رايحه طلعت ام بها، في بالها اللي انا باش نكون ام طايشه، ما نردش بالي على ولدي، ما نخممش في ولدي، ما فهمت لي ونفهمك انت خاطر تشوفني انا ديما لروحي، ديما نجبد لروحي، اما لو خاطر ما نجبد لروحي الا ما نعرف باش نعطي، فهمت شنو هو؟ نحب روحي باش نجم نحب ولدي، باش نجم نحب راجلي، باش نجم راجلي ما نوريش تشوفوا فيا مع ايلان، خاطر لو شونجمون اي راديكال، لو شونجمون ياسر واضح، التغيير في حياتي اليوميه اللي كنت تشوفها في انستغرام ياسر واضح، اما حتى مع راجلي كني فما اجستمون، معناها راجلي يلزم وقت، يلزمني نعمل نحط وقتي معاه، نخرج معاه، ندخل معاه، نعطيه من وقتي، يعطيني من وقته، دونك ماهوش اوسي راديكال كو صغير اللي ديبون دو توا،
ولا خدمتي كيف كيف ولا صحابي نعطيهم برشا من وقتي، معني نحكي برشا مع صحابي اللي يحبني ان نكون موجوده تلقاني موجوده معاه. دونك لو شونجمون ني با راديكال كيما مع صغير اللي يخليكم تشوفوا ريحان اخرى يمكن. اي جو كومبرون، وهذا الكل معناها نحسوا حاجه به، اللي كنت تحسني مش مسؤوله كي جاي ايضا حسني مسؤوله طمي، معناها اللي انت شفت مسؤوليه بمنظورك انت و جو لابريسي انورميمون. اي راه هذيك كيما نقولها لماما زيدا، قلت لها ولدي نتاعي، معناها حاجه مني مش نتاعي، ماهوش اوبجي، نخدم على نخدم برشا على الحاجات اللي نتلفظ بهم زيدا اللي نقولهم، خاطر حتى في المادني قلت حاجه نتاعي معناها في الكونسيونس نتاعي انا نخذو لك اوبجي، ولدي اخوك هو لي حي مستقل لذاته. دو قولها بيان سور ماما، معناها سي نورمال، لي نحسها حاجه عادي حاجه طبيعيه وتتخلق فيك سبحان الله. بالحق سبحان الله قديش تجي فيك ناتوريلمون، مي سي انكرويابلمون قديش هو ناتوريل الغول، هذا غول الام ناتوريل او ميم طون سي تري كومبلكس و سي با ناتوريل، معناتها سي ان فري اجوستمون. اما صار دونك لي راني انسانه مسؤوله قبل ما يجي ايلان، ولي راني مانيشني انانيه، راني نحب روحي برشا ونحب نحبها باش نجم نعطي نحب الناس. كان ما نحبش روحي مش نحبك، كان ما ندللش روحي مش ندلك، كان ما نسمعش روحي مش نسمعك، كان ما نعطيش وقت لروحي ما نجمش نعطيك وقت ليك انت. هذا الموت نتاعي في الحياه، وكان ما نجمش نكون مسؤوله من نفسي مش نكون مسؤوله على انسان اخر، فهمتوا شنو هو. دونك في الدنيا هذه تبدا منك، يبدا منك انت باش نجم تخرج وتعطي، فهمتوا ان شاء الله يكون فهمتوني. يو ار مور سنسيتيف ذان بيبل اسيوم، باهي باش نكون ياسر صريحه، انا سنسيبل على الاخر، تصح عليا نبكي تعطيني هديه نجم نبكي من الاخر، دمعتي قريبه كلامك صحيح، مش سنسيبل بمعنى انا حساسه ورقيقه وطيبه، مش هذيك السنسيبيليتي اللي انا نحكي عليها هوني انتوكا ولا انت تحكي عليها، جو بونس نحكيو على نفس السنسيبيليتي. وي جو سوي تري سنسيبل، دمعتي قريبه ياسر، انا اي حاجه تنجم تبكيني، اي حاجه في الدنيا هذه تنجم تبكيني، فهمتوا، من الفرحه ولا من الحزن كيف كيف، الله يورينا حزن ان شاء الله. لكن انا ما يعرفش اللي انا انسانه طيوبه نيتي طيبه تنجم تتعدى عليا، نو مش هذاك سنسيبيليتي، سنسيتيفيتي احنا نحكيو عليها لهنا، ما تعديش عليا، انا انسانه طيبه الحمد لله يا ربي، اما نهارت اللي تتقلب وتعمل لي فازه هكا ولا هكا ما نعمل لك حتى انا نجبد روحي. وراني صعيبه مانيش سهله، هذا مش غادي نقول لي ان انسانه سهله ومحليني ونهب، لا راني صعيبه سنسيبل، اما راني صعيبه وراو لساني طويل وراني لفعه واللي تحبوه انتم الكل، كي مع الانسان الخايب معايا، انسان به معايا راني نمشي معاه ستة زيد، انسان خايب معايا ما يشوف سورتو اذا كان بيتنا معامله تحب تمنيك عليا اكثر، معني راه تشوف مني ما تشوفش مني حاجه باهيه، سي نورمال جو بونس، يعني نستكفى بخير شر ونبعد عليك كانسان انت وكمل في خزعبلاتك، يا تشوف مني زاد الوجه الاخر اللي تشوف اللي انت تحب توريه، معني انت تحبوش يتشاف. سنسيبل اي دمعتي قريبه حساسه نتحسس من الكلمات، اما راني مش معناها طيبه وسيدي جا وتتعدى عليا ونعبد مش حيمسوا فيا ساقيهم، نو سي با سا. اللي يعمل لك اقل حاجه ما تعجبكش تخرجه من حياتك، مش صحيح، مش صحيح حتى طرف، نحاول معاك ان نلقى طرق اخرى، معنيها مش ما حاجه ما تعجبني شنو تجي تنجم تصير بيتنا نبذه كهو، مش هكاك الحياه، الحياه اخذ وعطاء والحياه تضحيات والحياه نجم نعدي لك وتعدي لنا خاطر نجم نغلط معاك، معناها سي نورمال، برشا عبيد عملوا لي برشا حاجات خايبه في حياتي ومازالوا موجودين معايا، اما فما مضره من مضره، فما مضره تصير عن غير قصد ساعات تقصد المضره انت وبعد تندم وجل من لا يخطئ، معناها فهمت، نجم كلنا نغلطوا في الحياه، انا نجم نغلط معاك ما نحبش نخرج من حياتك، نجم نغلط معاك عن غير قصد او عن قصد، اهم حاجه بالنسبه لي نطلبوا السماح من بعضنا وما نعاودوهاش، اذا كان الغلطه تتعود معناها انت مصر انك تجرحني ومصر انك يعني صديقتي ولا وجودي في حياتك ماهوش ياسر مهم، على ذلك قاعد تجرح فيا وقاعد تغلط معايا وقاعد تعمل لي في حاجات خايبه، انا نحبني نخرج من حياتك، يجوك وقت نخرجك من حياتي، مش لا طاح ولا دزوه، غلطنا في بعضنا في كلمتين، اي كل واحد يمشي على روحه، مش هذيك حياتك، كما نقعدوا صحاب مع حتى حد، مع حتى حد، ما نقعدوا صحاب وما نقعدوش في علاقات ما نعيشوا متوحدين وحدنا، علاش؟ نو. نعيشوا وحدنا مش متوحدين، ديزولي استعمل خطأ للكلمات، I'm so sorry، نعيشوا وحدنا
ما عملنا شيء، فهمتوا؟ دونك ليه مش اي انسان يعمل لي حاجه خايبه انا نخرجه من حياتي، با دو تو. تنجم تعملي حاجه خايبه، غلطت معايا، نحكي ونتفاهموا، اوكي، برغم اني انسان ياسر خايبه في الكوميونيكاسيون، اما نعطيك دي سين اللي انا نحب نحكي. باش ترافاي سور سا، نعطيك دي سين اللي انا نحب نحكي معاك، انا نحب نفرك الرمانه. اذا كان فهمت يا حبذا، ما فهمتش هاني نجبد روحي لطوني جي تقولي هيا نحكي وريحه. نعرف اللي انا غلطه في الامور هذيا ولازمني نتعلم نعمل شويه كونفرونتاسيون، لكن جو ترافاي سور سا فوالا. دونك ما قد ما عندي سرعه التخلي على قد ما نكبش فيك قبل ما نتخلى عليك. فوالا نكبش في العبد، راني نعاشر برشا، ومن صحابي تعرفوا معناها ساخت مع بعض تدخل وتخرج في حياتي موجوده، معناها مش نقعد نقول عكسه، اما اللي نعاشره اكثر من اللي يخرج، اللي يدخل ويقعد اكثر من اللي يدخل ويخرج، هذيك اش نحب نقول انا تو. اما راني نعاشر ونحب العبيد ونحب اللمه ونحب الاصحاب على قد ما نحب وقتي وحدي، نحب نقعد مع العبيد. اما زاد جو كومبرون اللي فما عبيد تدخل وتخرج في حياتك، والعبيد محطات، والحياه مدرسه. فوالا نيكست، تقارن روحك بالعبيد. كنت باش نكذب عليك ونقول لك ليه كنت نقارن روحي بالعبيد، اما حكينا فيه جو بونس، غنشوف اني هو الفيديو حكينا فيه في فضفضه ديرنييرمون، التصالح مع النفس ارجع له حكيت فيه. ما كنت نقارن، توا عندي يمكن 3 4 سنين ما عادش نقارن. العبد الوحيد اللي نقارن بيه روحي هي ريحان عم ناول. ونقول لكم اكثر حاجه تقتل الانسان هي المقارنه. توا مثلا ديغنيغمون نحكي انا صاحبتي قالت لي، شافتني نتفرج في ستوريت، قالت لي ما تغيبكش روحك، معناها العبيد هكا وانت خاطر حكيت لها معناها وانت you're still finding balance وكل شيء. قلت لها لي الحق نتاع ربي، خاطر نمن اللي معناها اي تو من جدينا ديما نعطيه المثل هذا، انا وهذيك صاحبتي زريعه انا بريسك لو ميم اج، معناها اما مانيش فرد طريق، فهمت شنو؟ مش خاطر انا وهيك فرد عمر ما لازمنا نكونوا فرد طريق، خصنا نكونوا فرد محطه نتاع الحياه. با دو تو، مالك عندها عامين جبت صغير، انا جبت صغير توا، معناتها نورمال هي باش تعيش حاجات اللي انا عشتهم ولا باش نعيشهم. معناها نقارن روحي باكس ولا اكريك على انا على ام اساس حياتنا ما عمرها ما هي باش تكون ايدنتيك 100%. نجم نقارن روحي بحياتي بحيات انسان اخر، معناها ميم سي اون لو ميم اج، ميم سي اون لا ميم سيتوياسيون ماريتال ولا سوسيال ولا اللي هو، ما نجموش نكونوا كيف، ما عنديش لي ميم كونديسيون، ما عنديش لي ميم، مانيش نعيشوا في نفس الحاجه، فاش نقارن روحي بيك، فهمت؟ نو، ما نلقى عمري ما نقارن روحي بالعبيد. وكي نلقى روحي في الفخ هذاك نلقى في روحي في ساعه في ساعه، وعندي برشا ما لقيتش روحي فيه الفخ هذاك، الحمد لله يا ربي. قلت لك حتى توا انا قاعده ام فايندينغ بالانس، معناها ونتفرج في اكس واي في انستغرام، عمري ما نقولش بني انا مانيش عايشه هكا ولا صح عليه ان شاء الله نعيش كيفه، جامي دو لا في جامي. نعرف روحي اللي انا توا في محطه في حياتي، في محطه ولا ترينويا ميخو ثنيه، مش نفس ثنيه الانسان هذيك. هذيك كيفاش نخزر كي نتفرج في حاجه ولا نشوف حاجه، هكا كيفاش نخزر انا للحياه، فهمت؟ ما عنديش لي ميم كونديسيون، ما تعدينيش بنفس المعيشه، ما تعدينيش بنفس الوقت، ما عنديش نفس العبيد اللي تدخل وتخرج في حياتنا، ما عنديش لي ميم اكسبيريونس، التجارب. شنو اللي يصنع من حياتك حياه؟ التجارب، سي نورمال. دونك ما عنديش نفس التجربه باش نجم ان نقارن حياتي بحياتك، تو سامبلومون. دونك لا، ما نقارنش حياتي بروحي بحتى حد. اسامبشن بيرفكت لايف، حياتي مثاليه، انا لوان مي لوان دو سا، لكن بالامبرفكشنز نتاعها نحسها حياتي مثاليه. نحس اللي ربي عطاهولي اليوم من الباهي من الخايب بيرفكت، باش يعلمني حاجه، باش يخرج مني حاجه. عمري بالعمر ما نخرج نصور لكم حياة محليها روز تهبل، جامكس جامي درافي. نحاول نقرب لكم أقرب حاجة للحقيقة، أقرب حتى تو مثلا في كأيلان يعادي لي ليلة سبابا ولا يبدأ متقلق، نهبط لكم ونقول لكم، فما تقولوش لي أنا ساخت نحب نوري الجانب المحلي متاع الأمومة، خاطر أنا لحد الحمد لله يا ربي أبار التعب وقلة النوم ما شفت حتى جانب خايب للأمومة، باش نكذب عليكم معناها تعب وقلة النوم وأنا مش مرتاحة في بطني. هذوما الثلاثة وبدني مش متاعي، مازال بدني بما اني الرضع مازال بدني مش متاعي، ما نشوف في حتى حاجة أخرى خايبة. حين نكذب عليكم نقول لك راهي خايبة بزاف، فهمت؟ كي نعيش حاجة خايبة في الحياة البرانية نجي نقول لك راني عشت حاجة خايبة، كي طلقت سمعتوا بيا طلقت، كي نتعارك انا واكس واكريك حتى انا ما نحبش نوريكم انتم تفيقوا، كي نبدا داون في اياميتي تجيني ديبرسيون عمني ولا ما عمني، وش عشنا مع بعضنا في اول العام نسيتوا البنات؟
حسيتو عامر قداش تعبت انا قداش جي باسي بار اون ديبرسيون سيزونيير. حكيت لكم معني بالحق حكيت لكم كل شيء، ما خبيت عليكم حتى شيء، كل شيء حكيته لكم. ما عمرها ما كانت حياتي مثاليه. انت تتفرج فيه كيف انكور تتفرجوا في 10 مينوت في انستغرام وتجوج انها حياه مثاليه، هذه ماهيش مشكلتي انا برشا. انا في يوتيوب الوغ لا في اليوتيوب ماما تقولي نقص، معناها ما نحبش ننقص. عبيد تبع فيا متاثره بيا ما نحبش نوريها اللي حياتي تهبل. معناها منهم مره قلت لكم ايلان يرقد ولا حاجتني واحده قالت لي ما عادش تحكي تو ما نعرف شنو يصير ولا ما يرقدلكش ولا اللي هو. ما نحبش اذا نكذب ونقول ولدي ما يرقدش في الهو ولدي يرقد، ما نحبش نعملها العمله هذه، ما نحبش نقولها. فهمتوا شنو هو؟ دونك حياتي الوان دي تخ بارفيت، نوري فيكم في فريمون اللي نعيشوا الكل باهي بخايبتي. تعرفوا قديشني انا ام ستراغلينغ فاينانشلي، معناها توا اني مانيش لاقيه البالانس، نصرف برشا. قلت حكيت لكم كيفاش معناها توا ماذا بيا نولي نسافر اكثر، خاطر عاتي بيريود كبيره نعطي اكثر الماتيريالستيك ثينجز. دونك كل شيء قاعده نحكي لكم فيه، معني لوان دو تخو بارفيت. ام ستراغلينغ ان ماي بادي، مانيش ما عنديش بيرفكت بادي بالنسبه ليا انا اليوم، سان اكزيست با، ما عنديش نحكي لكم عليه. ما في الوان دتر بارفيت لوان دو سا. هذه كليب خايب برشا فو بروفيل. هذا فو بروفيل يعرفني بالقدي بالقدي. مو يسخفوا لعبت لي هكا والله، يسخفوا مش نرمى بالحق، يسخفوا على الاخر والله يسخفوني. تمنيك عليا خاصة كي تدورها مشيتي وجيتي وهيتي ودني أجي من دقوعير واستهواشك يولي كونفيرمي. ما تجاوبش عاد كان على الناس اللي تشكر فيك وتقولك محليك ما بكلمة خايبة. نحسك بش كلمة خايبة تريحة تخوف، حتى كي تضحك نحس السني قطر من عينيك. شفتوا العبيد كيما هكا سي مالورو بالحق. قديش بالحق اختنا متفادليك ما هو انا قل انا I asked for it. هذا اي اسكت فور باش واحد يعد باش وحده تعمل في بروفيل وتجي تحكي هكا اسكت فور. اني باش نجاوبك، انا باش نجاوبك بالحق بكل روح رياضيه. حسك انت عارك لحوم ديجا، انت طول حياتك على الناس وجايبتها شريفه في ستورياتك معاك. استغفر الله يا ربي. هذيك عملها تن 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 هيبة تن 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 شو. ديما نقول اللي فما برشا تحفظ في ستورياتي بيان سور، حتى كي نسمع راب باش نكذب عليكم ونقول لكم فما كلام زايد في الراب وانا داكوغ نسمعو. اسكو نقولو ولا ما نقولوش هذيك حاجة أخرى تخصني كان نفسي. أنا مش باش نجي نقول عليكم كلام زايد وكلام خايب في الانستغرام، راهو سي تو تافي نورمال. سيخت فماشي كلمة تتقال منا ولا منا مع صاحبة باش نكذب ونقول ما نكذبش. هذه أول بيت تحسني متعارك حوم، عملت معك عركه شديت عبد عشتو معك تريحه. انا فهمت شنو عملتها قبل ابسوليومون في الكوليج وقتها. فما وحده جت من لسلح، انا نقرا في 6 نوفمبر، وحده في تقرا في لسلح حيات جايه باش تعطي تريحه لجفره اختي صغار، نحكيو على 12 13 سنه. رانا عطيتها تريحه بيان سور، عطيتها تريحه. فما وحده منهم مره طفله حبت تخرج معايا ليترالي باش نحكي لكم بلي قناع وما عندكم متعم بالحق، ما نخاف من حد، راني شو عملت انا؟ تخرج معايا ومانيش في الجو هذيك، انا مش هذيك الخط اللي انا ماشيه فيه. جيت معكم كوا حبت تعطيني تريحه، يا اخي ضربنا وتلاكشنا. مشيت عملت بها التزام في المركز. مانيش قلت لكم راني شريفه بنت الفادر، وراني عمري ما قلت لي انا شريفه بنت الفادر، عمري ما قلت لي انا ونحكي مع قدامكم في ستوريات. امشي يجي ماما تتمنيك علي تقولي علاش تحكي هكا، نقول انا هكاك نحكي. مانيش طوبش نجي نبدل نقول امشي سماغي اني نقول جيبي ولا في غير ما نقول جيبي لي انا وكيفاش نحكي انا مانيش باش نفلتري روحي. معني فهمت اني جاوبتك نجاوبك، ما عندي حتى مشكل على اللي قلت الكل، نجاوبك ما عندي حتى مشكل. سمي قطر في عينيا هذيك بيرسيبسيون تاعك انت حاجه تخصك انت. انا باش نجاوبك ما تغطيش عين الشمس بالغربال كلها
عليا ان نعطيك حقيقتك، خاطرك تعرفني معني انت تعرفي في حقيقتك، خاطر انت تعرفني، اما انت تعرف فيرسيون مني انا اللي انت لزيت روحك انك تعرفها عليا انا، ما ضربتكش عادي قلت اجي اعرفها الفيرسيون هذه، انا نقول امشي ونقول ايجي ونقول جيبي لي ونقول اعملي لي ونقول قدي لي ونحكي بالقاله كي نحب نحكي بالقاله، انا حره كيفاش نحكي، دونك ما جيت على حتى حد. عارك الحوم اللي انت تحكي عليه تعاركت معاهم بيك، جيت تحكي معاك عبد، كي كنت صغيرة عملت، كي كبرت رزنت، رزنت شنو كذب، كنت خفيفة، كنت ماما تقول ريحان بنتي ما خفها، كنت إنسانة خفيفة، رزنت بالوقت، ملي كي نكبر ما نعملوش عقل، باش نعملوه العقل. أما الكلام اللي أنت تحكي فيه الآخر الكل نسمع في الراب، راني نسمع في الراب ونحط فيه، وكنت قبل العبيد يعرفوني، كنت قبل كي نسمع غنية تعدى غنية زايدة في الواحد كنت نخليها في ستوريات ونكتبلهم من فوق ديسكليمر ونقول لهم فما غنية زايد في الستوريات، تو ما عادش نعملها، برشا صغار يتبعوا فيا وامي وصحاب تحبيت ماما يتبعوا فيا، مش حلو باش نجي نقول هاي الكلمة في ستوريت نخليها، ولينا نفلتري مانيش باش نكذب جملة، اسكو كي تتقال كلمة زايدة كي نبدا مع بنيت ومع صحابي سيختار مو تتقال، باش نقول لك ما تتقالش، باش نحشم منك هنا توا هاوكا، فما كان العالي غيرهم فما حتى حد، فهمتوا؟ دونك تعرف حقيقتي، متعرفش حقيقتي انت، تعرف فيرسيون انا قررت لي انا نوريها لك على حقيقتك انت الخايبه وعلى قلبك انت الخايب وعلى خاطرك انت انسانه ماكش باهيه، ما كنتش في المستوى، ما كنتش جداره بصديق بصديقتي، بامبورت انت شكونك، مادام تحكي على حقيقتي مادام انت خرجت من حياتي، بامبورت انت شكونك، اعطيتها لك البس يلا هاكا جاوبت بي. ما فميش انسان كامل نتبع فيك خاطر عندك روتين حياتي موتيفون، اما مع الوقت نحسك ما تقبلش النصيحه والنقد. وي باهي باش نبداو واضحين، باش نبداو واضحين وضوح الشمس، ما نقبل، مش سهل عليا اني نقبل النصيحه والنقد للامانه. ديرنييرمون مع طفله بعثت لي ميساج، قالت لي حاجه على ايلا بهي قلقتني، ما حملتش معني ما تحكمش فيا، قلت لها هي نقدت نقد افيك دو ريكول، قلت عندها الحق بهي. نصيحه ما نحبهاش كيما نصيحه كيما نطلبهاش ما نحبهاش، هذه اول باب. وفما نقد من نقد، النقد البني نحبه كيما نقدتني الطفله هذي على حاجه عملتها انا في ولدي علنا، نقدتني عجبتني من الاول ما قبلتهاش، قلت شو ريحان الطفله ما قلت حتى شيء عيب، ميم سي معناها انه ظهرت لي مال بلاسي ولا اللي هو ما قالت حتى شيء عيب، عندها الحق في اللي قالته اللي عملته انا غلط، وكان نقد بني. من بعد كتبت لها باقي الفوكال وعجبني جوابها، قالت لي نعرف tu es une nouvelle maman je comprends ta réaction، اما هاني قلت لك كما بعث لها ميساج شو لو travail je suis en train de faire un travail sur moi، بعث لها ميساج قلت لها je prendrai ta remarque en considération. صحيح صعيب عليا اني نقبل شو نصيحه مزر كيما نطلبهاش ما نحبهاش، يعطيك الصحه يكثر خيرك خليها عندك. طلعت وقتها قلت اعطيني مثلا ديزاستوس على الغاز نتاع البيبي، اني امنتت معني نحب ناخذ ديزاستوس، اعطيني نصيحتك قولها لي، كيما نطلبهاش ما نحبهاش. اما النقد البني جو دي بيان النقد البني، مش واحده جايه ديرنييرمون شنو هي قالت لي ما عادش تثاوب، حل علينا جلختك، مش نتثاوب حتى كان حل جلختي الفلوج نتاعي اش 24 نحطو، كان غلط ما حدش يدي انت تجمي تعديها انت، فهمت شنو سي با ماوش نقد بني بالنسبه ليا هذاك. قالوا لي ريحان الصوت هذيك نقد بني في الكونتنت نتاعي، فما حاجات كي تقولوا هيلي نحسو نقد بني، نحس انا يزيد مني حاجه وكي نبدل فيه باش نكون خير، الكونتوني باش يكون نتاعي خير، انا كانسانه باش نكون خير. فما نقد ما نجمش نقبلو يا اخي، تجي تقول لي نعرفش في حاجه بالرسمي، واحده قالت لي ما عادش تمس شعرك، شي مدخلك تمس شعري شي مدخلك، هذا ماهوش نقد، عمره ما كان نقد هذا، فهمت شنو وي للامانه. فما نقد ما كنتش نقبل، اما جو ترافاي سور سا، هاني قلت لك باش نولي نقبل. نصيحه ما نطلبهاش ما نحبهاش لليوم ما تنصحنيش، بعدين ما قلتلكش انصحني ما تنصحنيش، من اما النقد البني جو ترافاي سور سا اني نقعد نقبله ما نكذبش. شو برشا كلام باهي كيما مراب الف راجل كيما محلي كيما برشا حاجات ما نحبش هذوكم جاوب عليهم، شو نقولوش ريحان جاوب كان على الحاجات الباهيه كيما قالت الاخت، دونك نحاول نمشي للحاجات اللي نجم نبدل تعرفوني بهم اكثر. ليه next assumption you are a good person we are not perfect but at least you're trying to
to do your best. Absolument. Tout à fait d'accord. هذه ما نجم بالحق عليها ما نجمش نقول حتى حاجة أخرى فيه. فهمتوا؟ I assume you are a good best friend. Your besties are very lucky to have you and I'm very lucky to have them. في العلاقات متاع الصحبة نقول ديما نبدأ نعامل الإنسان كما أنا نحب نتعامل. نبدأ نعاملهم كما أنا نحب أنهم يعاملوني. كي نشوف notre comportement, je m'ajuste. Tout simplement. أكها. الحمد لله يا ربي. J'ai eu beaucoup de bonnes amies dans ma vie. And I'm a very friends person. معناها نحب صحاب. نحب الأصحاب. نكون نحب يكون عندي صحاب. عندي entourage. I have a good support system. و I pay a lot of attention. معناها نحط برشا attention برشا حب in creating معناها atmosphere به بيناتهم. Donc, I try. Alors, tu es divisée entre l'عقلية l'occidentale et orientale et maghrébine. L'عقلية عندي des principes, عندي des valeurs. نمشي بهم. Peu importe occidental ou oriental. معناها عندي حاجات معينة نحب نلقاهم. في l'entourage متاعي المعين. Peu importe وين أنا نعيش. فهمت؟ فما حاجات فيهم خط أحمر. كيما فما حاجات اللي نجم أي je فما حاجات je laisse aller. معناها je lâche prise فيهم. فهمت؟ donc نحس روحي ديفيزي الحق تاع ربي. باغ كونطخ ما حاجات كلي اتس ا جود نو فور مي. ليه معناها ليه في الاوكسيدنتال كيما فما حاجات في الاورينتال ليه معناها ليه فور مي معناها اللي هما يمشيو بهم طول العقليه الشرقيه فيهم انا حاجات ما نقبلهمش كيما في العقليه الغربيه اللي فما حاجات يمشيو بهم انا ما نقبلهمش. فهمت؟ ما نحسش روحي ديفيزي. انا عارفه روحي شنو نحب. فهمت؟ باغ فوا جو بونس كو تو كرو que tu es ma habit تقول هي غلطة على الاخر كلمتها que tu es le centre du monde. Absolument, je suis le centre de mon monde. باش نكذبوا على رواحنا. Je suis le centre de mon monde. Je crois pas que je suis le centre de ton monde. ما في باليش بروح انا مركز الاهتمام حياتك انت ولا حياتي اكس ولا بيرسون. اما انا مركز اهتمام حياتي. Absolument, ماكش غلطة. Je suis le centre de mon monde. حياتي تدور عليا انا. Bien sûr, je me donne tout l'amour, tout le bonheur, tout le bonheur. Ah oui, j'ai travaillé sur ça énormément. Et allez, je suis un centre de mon monde. Pas du monde entier, mais un centre de mon monde. Impulsive et rahmale, de bonne foi, mais dure quand tu es déçu par le mal. Impulsive, ay. الحق نتاع ربي, ay. Surtout في الديبانس برشا. I feel very impulsive الحق وقاعدة جو ترافاي سور سا انورمومون. سي با فاسيل. سي با دو تو فاسيل. نحب الحوايج نحب الشراء. Tout ce que je peux dire اللي I'm working on it. I have been working on it for as long as I can remember. Mon ماي سي با غراف. سي با غراف. De bonne foi, تعرف شو نقول انا ملك. تعرف شو نقول؟ نقول tant que I'm not hurting anyone, I'm only hurting myself. It's okay. Literally, هذيك الحاجة الوحيدة اللي نجم نقولها للروحي. انا باش نقول حاجة بركة. انا باش نقول حاجة باهية. قديش محليك وانتي مامون ظهر تخدم عليها الحكاية عندك مدة. Absolument. يمكن تعرف قديش عندي من عرسي الاول من 2018 وانا نخدم عليها الحكاية هذي. ما نحبش نكون الام العاديه وما نحبش اسمع معناها وين نحب نكون صاحبه ولدي ولا صاحبه بنتي نهار اخر ولا بامبورت شكون. اما ام ذير بيرنت ام ذير فريند. دونك قاعده نخدم برشا على بالانس بين دو لي دو. انا توا في اسهل مراحل الامومه وني داكور. فهمتوا؟ نخمم في غدوه نخمم كيفاش باش نكون انا. سي ان ترافاي كونتينيو نور. سي ان ترافاي كونتينيو وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله وكاه حنينة برشا وتحب الصغار برشا قويه من برا ومن داخل كلمه حلوه تطبطب عليك. تبع فيك سنين ونحب نقول لك رب ذره نافعه. جو بونس كيما الناس الكل معني ميرسي. ما عندي ما نقول ميرسي. محليكم والله. تتعامل بالعقل اكثر من العاطفه. اي تخطو مع العبيد الجدد كي يدخلوا حياتي توا ياسر متعامل بالعقل اكثر من العاطفه. احنا اوني توس داكور اللي القلب يهزنا للهوايه معناها اوني توس داكور.
ما نحب نستعمل عقلي ونحب وقت اللي عقلي وعاطفتي يبداو متفاهمين. بو مو سي امبورطون انهم الزوز يبداو في ارموني، والحمد لله يا ربي ليتلي نحس في حتى كل شيء في حياتي معني اللي نتعامل به الزوز اون ارموني، والحمد لله بالحق الحمد لله يا ربي. شمتها ولسانك دايرك برقبتك ابسوليومون، والله العظيم قلتي فيها حق. هذه في بروفيل امل، هذا هنشوفه في بروفيل، هو في بروفيل انا جو بروفيت اي في بروفيل جو بروفيت ديما نبلوكي هوني. قالت لي شمتها ولسانك ابسوليومون، والله بالحق راه ولساني داير برقبتي، الاجابه ديما عندي في داتوش تلساني. شمتها بون شمتها جو سي با كومون مارسيني داير برقبتي اي ومتبري مني، لساني متبري مني، نستبق الخير ومسبق لساني. كانت حاب اكثر نزيدك. The baby changed how you manage money، زاد فرغني خاطر الحاجه اللي نلقاها له نشريه له، ربي فضله. محليك برشا عبيد بدلوا رايهم فيا كي عرفوني وفهموا منين يجي ولا رياكسيون تاعي. tu as mal à accepter les avis différents des tiens. pas du tout. alors là pas du tout. j'ai mal à accepter les gens qui veulent changer mon avis. tu peux avoir ton avis اللي تحب عليه ما قلقنيش. برشا مرات يجيو يكتبوا تحت الفيديو حاجات مش كيما انا نخمم عليهم، فهمتوا؟ جوست ما تحاولش تبدل لي، معناتها تقوليش لافي نتاعك غلط، هذيك اللي ما نقبلوش. لا لا لافي نتاعي مش غلط، لافي نتاعي هو لافي نتاعي، انا حره كيفاش نغزر الموضوع هذيك، ما نجيش نبدل لك لافي نتاعك، انا عمري ما نقول لافي نتاعك غلط، نقول لك هذيك رايك وانت حره فيه، فهمت؟ دونك جي دو مال اكسبتي كيما قلت قبيلي بتتخنقد ولا نصيحه اي، اما لي زافي ديفيرون دي ميان حق سام فيني نيشوني فخوا، علاش باش حتى ما نقبلش لافي نتاعك. she assumes اللي انا I have two different personalities، واحدة للناس اللي قريبت لي برشا واحدة للعبيد اللي بعاد عليا. attitudes مش personality، دو ديفيرونت اتيتود اي بيرسوناليتي، جي توجور لا ميم الحق نتاع ربي. اما احنا انا جينيرالمون انا سير كونفيوجن بين الاتيتود والبيرسوناليتي. لا بيرسوناليتي توجور لا ميم، تنجم تكون بيتيتر دي كريتير دي كاركتير شاي ماني ان بو تيميد من الاول، ما با تري اوفيرت من الاول سيرت، اما اتيتود اي بوتيتر معناها سي توتا في نورمال، عبد قريب لي مش باش نتعامل قدامه بنفس الطريقه مع عبد ما يعرفنيش، فهمت؟ لطف يا ربي اللطف اللطف اللطف. انا هكا انا هكا البنات يا نشوى وخاكي شعم اصلا مش تمين بتتبع فيا، انا هكا نشوى اسمها نشوى طفل يسر نسمينا والسم يقطر منك، سبحان الله ربي خلق كل واحد وكيفيه، وانت الشر خارج من عينيك. هنا لطف يا ربي لطف اللطف هنا كاو كل واحد يشوف بعيني يا اختي العزيزة، مش نقول كل واحد يشوف بعيني. ما تحكيش نمبورت كوا، بيرسونيلمون جيم فيك اللي كونسيونت بيس تو انفلونس، سي توتا في نورمال، نحسها مسؤولية كبيرة برشا كبيرة برشا، الانفلونس كبيرة. impulsive mais tu progresses par rapport à avant. اي هذيا وفما واحدة أخرى قاعدة نلوج عليها اللي هي قالت لي تنفعل برشا. اي كنت قبل برشا، معناها كلكم شفتوا ان شانجمون ا سو نيفو، اللي أنا كنت ننفعل كنت impulsive ولا حتى في إجاباتي، وكنت ياسر نجاوب وياسر نعطي مش نعطي قيمة، أما نحب نجاوب نقول لهم ما تحليش لهني، توا نقصت برشا الحكاية هذي فيا برشا قولي ولدت ورزنت مش غلطين الحق، نحس في روحي رزنت، نحس في روحي وليت مور باغي فين كان. قلتلكم خلينا نختمو بيه السوجي هذا صح. are very responsible to the best with a thank you servile and humble thank you بالبريود اللي أنا عرفت كنت نسر حدك ربطت في روحك وجيتي ازيتي برشا مرات باش نفوليك، من بعد حصلت حنينة برشا. تحب تكون مهفة وتمشي بمخك اما قلبك يزبقك وتتسرع باش تاخذ القرارات. سنسيبل اما تحبش تظهر، تنجح انك تبدل روحك ديما للاحسن، تعرفش تعمل. you deserve على الاخر you do research على الاخر how to raise a child or methods no pas du tout نمشي بالسنتيمونتيال حق تاع ربي. حسيلو باش نخدم الفيديو هذايا بحكايه الامبولسيف اللي انا منفعله، واي صحيح راني جو لافو اللي انا ياسر منفعله كانسانه، اي رياكت فيسا ما نعطيش الوقت المناسب باش فهمتوا اللي حاجه خدمت عليها برشا، اللي حاسه روحي رزنت برا قبل مش معناها انا توا منش منفعله سيخت
لكن نلكلك الكلمة قبل ما نخرجها. ساعات نغلط اني ما نلكلكش وتخرج. برشا مرات نكتب يجيني ميساج ولا حاجة نحب نجاوب عليه من بعد نقول علاش، نقول شنو هي المغزى معني باش نوري هذا في انستغرام اني نوصل نجاوب الانسان هذاك، نجاوب بريفي ونبلوكي. ساعات ما نجاوب الجملة. حسيت روحي رزنت شوية في انفعالاتي، ما عادش ننفعل بسرعة، ما عادش نجاوب بسرعة، مش الناس الكل وليت نعطيهم الوقت الكل، مش معناها ما عادش نقول، معناها 90% نقصت، فوالا نقصت 90% بارابور عامين التالي، بارابور عام التالي ماشية ونقص. كلكم لاحظتوها عليا وكلكم قلتوها لي، وليت مركزة أكثر، معناها نعطي الانرجي متاعي أكثر للحاجة اللي تستحق. وشو تخباي شغل الانفعال. نحس روحي دمي حامي، دمي سخون، في ساعة ما نجعل وفي ساعة ما نطفى بالحقرة، في ساعة نطلع في ساعة نهبط. ونحب نولي more in control of my emotion، فهمتوا؟ نحب نولي more in control of my emotion، ولا تكوغ معنى. هذا هو يا جماعة، هذا هو الassumptions. اجي ازيتي من الأول ومبعد قلت عليه حتى جيزيت ليلي، خليني نعملهم، خليني نجاوب، خليني نتكلم، خليني نحكي. حاجة نحسها تقربنا برشا من بعضنا، تعرفوني أكثر، نعرفكم أكثر. مش نين الداعي في الكامل، انا بعيدة كل البعد على اني يكون انسانة كاملة، ولا اني يكون انسانة perfect، ولا اني انا ما فهميش خير مني، طيبة وحنونة، انا راني لفعة وانا راني شمتة وانتم الملايكة تزامبلو، ما مش مشكل، فهمتو؟ جو برون ما بيرسوناليتي very close to my heart. انا انسانة unique in my own sense، كما انت unique in your own sense. عندي النيجاتيف سايدز نتاعي وعندي الجود سايدز نتاعي، عندي الكواليتيز وعندي الديفولتس. هذيك حاجه عاديه في كل انسان نلقاوهم. عمري ما ادعيت بحاجه انا مانيش هي، عمري ما قلت اللي انا فينو برشا، عمري ما قلت اللي انا نحكي بايجا وايجا وكول وفرقيته وسكينه فجيتو، عمري ما قلت اللي انا في قاعده مع اصحابي ما ناخذش راحتي، فهمتوا؟ وعمري ما قلت اللي انا ما نقلقلش، وعمري ما قلت انا ما نحكيش. اما عمرها ما تكون المين توبك متاعي مع صحابي، ديما نحكيو افكار، نحكيو شي نحبو نعملو، توا بخصنا نحكيو كان على صغار، نحكيو كيفاش نحبو نربيو، كيفاش نحبو نعيشو. وي ايفولف بيبل، وي ايفولف و بيبل تشينج. انا عمني مش كيما انا سني، انا ولت عمني مش كيما انا سني، عملت اغلاط قبل في حياتي ما نقعدت نسامح روحي عليهم ونتعدل حاجه اخرى. برشا فيكم قلتو كلام صحيح، كيما برشا فيكم قلتو كلام غلط. أنانية ما نشوفش روحي أنانية ومغرورة ومتكبرة، نشوف روحي إنسانة تعرف قيمتها، إنسانة تحب روحها، إنسانة فخورة بروحها، وإنسانة تعزز. وكما يقولوا النفس نفسك وانت تبيب، عز نفسك تسيبها، نفسك وانت تبيبها. إن نعزها برشا نفسي، ما هذا ما يعنيش اللي أنا إنسانة مغرورة ومتكبرة. نحب وليت نعرف وين نحط بلاستي، نعرف وين نحط الانرجي بتاعي، نعرف وين نحط طاقتي. دونك اللي فما ناس تشوفوا هذا تكبر وما نعرف شنو، فما ناس تشوفوا هذا حب نفس وتعزيز ذات وتطور من نطور من روحي، فهمتوا؟ وكان كل شيء بعينه، ولا كيفاش يقولوها، معناه كل انسان يشوف حاجه بعينه. انت كان عينك حاجه، عينك مزيان تشوف كان المزيان، كان عينك خايبه تشوف كان الخايب. وبالنسبه للعبيد اللي عملوا دي في بروفيل وحاولوا انهم في بالهم اللي انا باش نتقلق وكل شيء، نعرفكم معني رانا عاشرنا بعضنا قبل ونعرفوا بعضنا. معناك انت كي باش تبعث لي ميساج نعرف انت شكونك اللي بعثته لي الميساج هذا، فهمت شنو؟ دونك سي باتيتيك كو توا با باسي ا اوتر شوز، سي فريمون باتيتيك. جي بوكو دو بين بور توا اي بور فو الكلكم اللي كو فوزافي با باسي ا اوتر شوز. وكهاو بالحق كنا محطات في حياتي بعضنا، كلينا ماء وملح مع بعضنا، حبينا بعضنا ان سيغتان مومون في حياتي بعضنا. زيد باش انت تدور من دار لدار تحكي عليا بالخايب، سا مو شونج ريان دو تو دون لا في، راه والله بالعكس. كي تجي وحده تقول لي راهي فلانة كنت صحاب انت وهي قالت عليك هكا، نضحكوا عليك، معناها فهمت؟ مش حلو، جو فوا كو مش حلو ليك انت. وكهو وكل عبد يمشي باصله، كل عبد يمشي بطريقه تشوفينه الحين. ان شاء الله ربي يعطيك برشا حاجات تتلهي فيهم بالحق. والله انا نتمنى العبيد اللي يعملوا هكا ربي يعطيهم برشا حاجات بيها يتلهوا فيهم. نتمنيش الخايب لحتى حد، حتى حد ما نتمني له الخايب. ربي ان شاء الله يعطيكم برشا حاجات بيها يتلهوا فيهم وتسيبوني. وكا حسيلو سيغ سو، نحبكم برشا، ربي يخلي لكم العبيد العزيز عليكم. وبالحق you are my besties، you guys are my besties. مواه.